نكمل درسنا حبايبي اللسن السادس. فجابوا calm down, calm down, said one of the men, احذر الرجلين. Where are you taking me? I shouted. بدأ يصرخ إلى أين تأخذوني. To hospital, said the other man. Oh, great, I thought my head hurts and my arm. In fact, every bit of me hurts. The hospital sounds like everything went black again. يعني لا يزال في حالة الغيبوبة اللي كان بها. Where is he going and what do you think happens next? هذا جاوب لي يا حبايبي. أنتوا جاوبونا بالدفتر مالتكم. إلى أين كان ذاهب؟ What do you think happens next? شنو اللي تعتقد حدث بعدين؟ إذن هي talk about your ideas then read the rest of the story in your activity book. طبعا باقي القصة موجود بالactivity book, فأنت تكتب أفكارك وتجاوب وبعدين نشوف الactivity. أوكي الactivity عندنا تمارين page 105 يا حبايبي. هذا page 105. هنا أنا عندي تمرين lesson 6 تمرين الأي هاي جاوبون هاي الأسئلة. وهنا أنا عندي read the rest of the story and answer the questions. هذه بقية القطعة أو بقية القصة الخاصة باللسن السادس, وهذه الأسئلة اللي عليها, هذه الأسئلة اللي خاصة بال ال different kind of holiday. لا تحلوا ليها حبايبي. Lesson C هنا هاي المعاني تحلها, تكتب معانيها work out, يعني تعطي معاني هاي الكلمات الموجودة بالقصة. هذا كل ما يتعلق باللسن السادس. ننتقل للسن السابع والأخير يا شطورين, وبفضل الله وبحمدي والحمد لله وشكر أنه وصلنا إلى آخر الكتاب. هنا اللسن السابن اللي هو this is what happened in to Bob when he went to work one day, talk about the pictures with your partner. هنا أنا أنت بالبيت كل صورة تكتب عليها, تدشوا في البوب دي يصير بيه هنا أنا. وتكتب الكلام what happened next. How about one, صورة 1 2 3 4 5 6. طبعا هاي طلاب لها علاقة بالcognition, يعني ال خلينا نقول علم الـ الـ الإدراك اللي عندك, والبيكتشر لانجوج لغة الصور, يعني شلون تشوف صور وتكتب. إذا التمرين هنا اللي عندي اللي بي write the story in your copy book, remember all the writing tips. طبعا بعد ما all the reading sorry all the writing, ترجع إلى writing tips شنو خطوات الكتابة, وبناء على هذه الصور تكتب القصة في دفترك. وأني من إن شاء الله تكملون حل تمارين أطلب من عندكم هذا الواجب ترسلوا لي. طبعا وصلنا إلى الترانسكريبت حبايبي, هاي كل القطع السمعية اللي كانت موجودة بكتابكم. وطبعا أنا سويت لكم بها فيديو راح أرسله أيضا لكم. تحياتي لكم وكل الموفقية ونجاح لكم حبايبي.